بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم مقاييس كتابة حرف الميم. دائما السطر الرئيسي، السطر الأول، السطر الثاني، السطر الثالث فوقه، ثم تحته السطر الأول، الثاني، ثم الثالث. إذن حرف الميم يكتب بهذا الشكل في أول الكلمة، وقد يأتي في وسط الكلمة عندما يكون منفصلا مع الحرف الذي قبله. هذا الشكل يأتي في وسط الكلمة أنه متصل مع الحرف الذي قبله ومتصل مع الحرف الذي بعده. ثم هذا الشكل الذي يأتي في آخر الكلمة عندما يكون منفصلا مع الحرف الذي قبله وهذا الشكل يأتي في آخر الكلمة عندما يكون متصلا مع الحرف الذي قبله. إذن بالنسبة لأشكال، هذه هي أشكال كتابة حرف الميم. بالنسبة للمحددات السطرية فوق، فإننا لا نتعدى السطر الأول فوق السطر الرئيسي، يعني السطر رقم واحد لا نتعداه. وفي هذين الشكلين فإننا ننزل عن السطر الرئيسي بمقدار سطرين تحت، يعني سطر فوق السطر الرئيسي سطر واحد، وفي هذين الشكلين ننزل بسطرين تحت السطر الرئيسي. إذن هذا الشكل يكون دائما في أول الكلمة، وقد يأتي في وسط الكلمة عندما يكون منفصلا مع الحرف الذي قبله. هذا الشكل يأتي في وسط الكلمة، هذين الشكلين يأتيان في آخر الكلمة، هذا الشكل يأتي في آخر الكلمة عندما يكون منفصلا مع الحرف الذي قبله، وهذا الشكل يأتي في آخر الكلمة عندما يكون متصلا مع الحرف الذي قبله. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.